مرحبا اصدقائي، اتمنى تكونوا بألف خير. معاكم من قناة منى كورنر. انا طبعا طولت بالفيديوهات، اسفة، بس لكن فعلا كنت مشغولة. زي ما شفتوا من العنوان، حضرت ايفنت لافتتاح عيادة تجميل عندنا في مقديشو. العيادة اسمها جلو الجو. طبعا حتشوفوا لقطات من الاحتفال. حضرت كمدعوة، في نفس الوقت حضرت اديت لهم بعض المهام اللي تتعلق بالتسويق وصناعة المحتوى. خليكم معنا. العيادة هي عيادة تجميل، بتقوم ببعض اجراءات التجميل زي التنظيف الوجه او كمان الهايدرو فيشل، البي ار بي اللي هو تقريبا قريب من زراعه الشعر. كمان بيقوموا ببعض الاجراءات اللي هي التجميليه مثل ليزر الوجه، ليزر الكربوني، ازاله الزوائد، ازاله الندوب واثار الحروق وهذه الاشياء كلها. ايضا عندهم خط من المنتجات اللي هو المنتجات الخاصه بالبراند، ومنتجات ايضا تجميليه وطبيه بيقوموا ب يعني بيعها في نفس العياده. ايضا العياده فيها اطباء متخصصين في الجلديه اللي حتى يكشفوا على المشاكل اللي بيعانوا منها الناس. طبعا العياده مقرها في مقديشو في بولا حوبي بجوار اذن 19، محل الايس كريم اذن 19. طبعا اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، تشوفوا اللقطات وتستمتعوا فيها. بالنسبه لدوري هنا في العياده هو عموما صناعه محتوى، وايضا كمان يعني التسويق والاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالعياده. لي في هذا المجال تقريبا لي سنتين، فهذا هو الشيء اللي انا بسويه هنا في العياده. غالبا بكون موجوده، وغالبا هتلاقي وجودي في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صوره لي هنا او ما شابه. فيعني هذا هو دوري في العياده. العيادات التجميليه الفتره الاخيره انتشرت عندنا في مقديشو، وهذه واحده من العيادات، ما هي العياده الوحيده، لكن هذا مجال غالبا الناس بداوا يتجهوا ليه، خاصه البعد عن الكريمات البليتشنج او الكريمات المؤذيه للبشره. فالناس صاروا يتجهوا اكثر للعنايه والسكين كير والامور هذه. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. حغطي لكم او حاعرض لكم بعض اللقطات من الافتتاح. لا تنسوا الاشتراك في القناه ومشاهده او مشاركه الفيديو مع اصدقائكم في وسائل التواصل الاجتماعي. اي شيء يتعلق بالحياه او المعيشه في الصومال حتلاقوه في البلاي ليست اللي هي من الصومال بالعربيه. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.